هذا يقول بعض الناس يستدل بقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. عمر ما قال في صلاة التراويح نعمة البدعة، ما قال في صلاة التراويح نعمة البدعة، لأن التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، واستمر الصحابة يصلونها، هي ليست بدعة. إنما يريد عمر الاجتماع، جمعهم على إمام واحد، يريد جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين يصلون أوزاعا، فجمعهم على إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، فهو أحيا سنة. عمر أحيا سنة ولم يأتي ببدعة كما يظن بعض الجهال، بل هو أحيا السنة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يصلون خلف إمام واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاة الرسول انتهت الفرضية، ما فيه بعد وفاة الرسول إيجاب شيء أو تحريم شيء، هذا انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فالواقع أنه ما عمر ما عمل بدعة، لا صلاة التراويح بدعة ولا اجتماعهم خلف إمام واحد بدعة، فلا حجة للذين يقولون هناك بدعة حسنة. ليس في البدع شيء حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال كل بدعة ضلالة. يأتي واحد يقول لا، ما هو بكل بدعة ضلالة، يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هناك بدعة حسنة وليست ضلالة، هذا واضح البطلان.